بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. كربي وبلاء لامو عبث هذا الاسم قصدي ينبعث. كربي وبلاء لامو عبث هذا الاسم قصدي ينبعث. حارق خيام نسوان سبت وداري انهدم النائب يرث النائب يرث. كربي وبلاء لامو عبث هذا الاسم بقصدي ينبعث. حارق خيام ونسوان سبت ودار انهدم النائب يريث النائب يريث. كربي وبلاء لامو عبث وهذا الاسم قصدي ينبعث. حارق خيام نسوان سبت ودار انهدم النائب يريث النائب يريث. هذا الاسم طبق نفسه بكل حالات. تغير أدري وباقي شكله حد ما مات. ذكر واحد قال هنا نتجر لعات. يوقع واحد عليه العالم جر حسرات. وفعلا صارت هي الحالة وصار مصاب. سبط الهادي وياه عياله فوق تراب. وخانت به كانت هي تود كتاب. ويدري بها هو تخونه وماك اعتاب. أتذكر به الأحزان ويتراوق بغي دفان. أتذكر به الأحزان ويتراوق بغي دفان كربي وبلاء لامو عبث وهذا الاسم قصدي انبعث. حارق خيام ونسوان سبت ودار انهدم النائب يريث النائب يريث. هناك وهسه هنا بايع قالوا هسه نعوفك ترفض له وقدم روحك
نفس الصار ونائب يمشي بدرب الجنة وما كعذار خلص عمره هو عايش كل اخطار كل اخطار ايحا غرقين خيمة ويل دار ايوحا غرقين خيمة ويل دار اهنا نتك من اسرار هنا نايتك من أسرار كغربي وبلا لا معبث هذا الاسم بقصد ينبعث حريق خيم ونسوى انسبت ودار انهدم بين حسين بين حسين وبين النائب قصة لقيت واحد فزع كلهم صاروا وقال له جيت ثاني قل له والله ونعم هالكفيت احنا اثنين غدرت بينا هالياليت غدرت بينا هالياليت نفس انصار صار الراحة ومني انت انطيت وباقي بدربي رغم الجار وهل ظليت ريدك انت نهج العادل هل سويت ودوم ترافض ظل عدلك ساويت او ماشي بنهج الايمان او ماشي بنهج الإيمان أو طبق أحكام الإسلام أو طبق أحكام الإسلام أو طبق أحكام الإسلام كأربي وبلا لا عبث وهذا الاسم قصدي ينبعث حريق خيم ونسوى انسبت ودار انهدم النائب يريث النائب يريث ويبقى دوم الباطل كثر الحق مظلوم هاي السيرة العانى بيها كل معصوم العانى بيها كل معصوم غدر وكذب هم اعتمدوا ضد القوم ما تراح الكل من يفتم حكم الله رادوا هم الجاهل نشروا ياه الله وهذا الأعلم هم الصاح وحاربنا نبقى ضد طال العمر ضد ممشاه ضد
من شاه ويبقى موحى راب والحق ويبقى موحى راب والحق أي ولسان عدلان ينطق أي ولسان عدلان ينطق وبلا لا معبث هذا الاسم بقصدي انبعث حارق خيام ونسوان سبت ودار انهدام نائب يريث نائب يريث